شوف ما تبقاش كاية على الوشام، سمعتيني؟ ان شاء الله يكون الخير اخويا، راه لقيت لك واحد السيده. خوتي سلام الله عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله تعالى انا فرحان بزاف، واحد الفرحه اللي ما تصوروش الخوت، وجيت نبارطاجي معكم هذه الفرحه ديالي حيتاش تواصل معايا واحد السيد اللي تبارك الله تعالى كلشي الدراري تعرفوه، الدراري اللي كابرين في لانطريما وسبورتيف، هو سميتو بنادم اللي كابر في لانطريما كلشي تعرفو، نور اسلام، عفوا نور اسلام بسوما. تصنتوا الاوديو تاع هو الخوت او يدوز دابا. اوحد السلام عليكم اخويا عبد الرحمن، كيدير بخير؟ كلشي مزيان، امورك مزيانه اخويا عزيز، صحتك بخير، الله يحفظك ليا. اشوف ما تبقاش كاي على الوشام، سمعتيني؟ ان شاء الله يكون الخير اخويا، راه لقيت لك واحد السيده فهمتيني، ديجا كنعرفها، واحد الطبيبه الله يعمر لها الدار اخويا، سمعتيني؟ اجي عندي ان شاء الله لكازا للدار، مرحبا بك، اجي ومن تما نمشيو عندها ونقضيو الغراض باذن الله، تحيد لك داكشي. انتم سمعتوا الخوت، سمعتوا نور اسلام بسوما اللي كانوا جلي، واحد التحيه اللي كبيره بزاف 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 حتى اخويا، الله يرحم لك الوالدين، الله يعطيك ما تمنيتي في حياتك، وقفتي معايا اخويا، واخا بزاف تاع بنادم صيفطوا ليا، صيفط ليا واحد من مراكش وعاوتاني صيفط ليا واحد اخر، ولكن بحال اللي قلتي فصيفط ليا نور اسلام رحت بزاف الخوت، حيتاش بحال اللي قلتي راه بحال اللي قلتي الخوت انا وياه في نفس الدومين، بحال اللي قلتي بنادم سبورتيف، بنادم مي بحال اللي قلتي بنادم سبحان الله العظيم اللي نيتو صافيه وقلبه بيض، راه ما عمرو خيب الخوت. وان شاء الله تعالى انا غادي نشد الطرق لعندو ان شاء الله تعالى لكازا، نمشي لعندو نيش عشان ما غادي نمشي لعند عائله لعند سميتو، اسمحوا لي العائله اللي تتفرج فيا الخوت، حيتاش عندي عائله في محمديه وعندي عائله في كازا حتى هي، عندي جوج عائلات، وفاش تنجي لكازا ما تمشيش عندهم ما تيتقلقوا، المهم نمشي عند نور اسلام لغراضي ان شاء الله تعالى. والله وصلنا على خير الخوت، نتمنى لخويا نور اسلام بسوما التوفيق والنجاح في حياته. يا خويا الله يرحمك ويدي، فرحتيني واحد الفرحه اللي ما كنتش متوقع بالله يجي شي نهار نحيد هذا الشيء اللي فيا، وكان هو اللي معقدني من صغري، اقسم بالله الخوت الا من صغري هو معقدني هذا الشيء هذا، الحمد لله الا تحيد هذا الشيء هذا وفرحان بزاف الخوت، واحد الفرحه اللي عرفتي شنو هو بنادم تنتصور تنقول بخطره تنكون تنفكر تنقول واك هو كذا، نقول شي نهار حفيظ السلامه، قلت لهم يديموا الامانه امانته ويمشي بسميتو، يعني الله عطاك واحد الصوره نقيه خاصك، بحال اللي قلتي انا ما تنتسوقش بنادم يقول فيا هذا، يقول فيا هضره خايبه ولا سميتو ولا يدي عليا شي هضره خايبه، ولكن بنادم يموت وهو فهاد هو داير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، واخا بزاف تاع بنادم تيقول لك بالله راه بنادم صافي تاب، هو وصلت لواحد المرحله الخوت الا بديت طنف بعض النار كنت بين شعل في يدي العافيه، ولكن المهم الحمد لله تعالى يسرت لينا القضيه باش نحيدوا هذا الشيء هذا. خوش دابا غادي نمشي نشد الطريق ان شاء الله تعالى، استقضوا هو في حوايجي العيباش، وخويا بوسيما لقاك على خير عشيري، وان شاء الله تعالى احنا غنمشيو الخوت وغتشوف اللي ضربه ان شاء الله تعالى، شي اللي لقيت مع خويا بسوما تشوفوا شي تحديات شي حاجه تصطيها ان شاء الله، وطلعوا لنا الخوت راسكم وطيق السلامه ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم الخوت.